السياحة بين الماضي الجميل والحاضر الأليم ومستقبل ليس له ملامح. حيشرفنا ويسعدنا على صفحتكم أخبار الأقصر الأقصر نيوز أن يكون معنا ومعكم الخبير الدولي في مجال السياحة الأستاذ أبو الحجاج العماري، واللي حيتكلم عن مشاكل القطاع السياحي بكل حرية، ومن خلال عرض المشاكل حيتم تقديم حلول لها. مساء الخير. مساء الخير على أهل الأقصر، أهل الحضارة، أهل المدينة العريقة، أهل السياحة اللي الناس تتغنى بخبرتهم في السياحة من قديم الأزل. إذا كان في سياحة في مصر فأهل الأقصر هم اللاعب الأساسي فيها. النهاردة نتكلم على السياحة. السياحة صناعة مهمة لكل بيت في مصر، وبخصوصا الوجه القبلي والمدن النيلية. السياحة من قديم الأزل، من أيام أجدادنا الفراعنة، استقبلوا الزائرين من آلاف السنين من سوريا، من بلاد بونت، وراحوا زاروا سوريا وزاروا بلاد بونت في عهد رمسيس الثاني وفي عهد حتشبسوت، فليها فاعلية مهمة في مستقبل الشعوب. هذه الصناعة بدأت في أواخر القرن ال 19 سنة 1950، وبدأت بمليون سايح، النهاردة وصلت لمليارات السياح على مستوى العالم، بقت صناعة مهمة لكل العالم وبخصوصا لمصر، لأن إحنا في مصر هنا محتاجين السياحة، لمصر غنية بمواردها السياحية، فيها السياحة التاريخية، السياحة الثقافية، السياحة البيئية. والسياحة البيئية بتنقسم إلى عدة فروع، منها السياحة النيلية وفيها سياحة المغامرات والسياحة الاستكشافية اللي فيها السفاري والسياحة العلاجية أو الاستشفائية، وفيها السياحة الدينية وهي الآثار الإسلامية في القاهرة المعز الفاطمي والآثار الإسلامية الممتدة على أنواع على أنحاء ربوع الوطن. وكذلك حاليا الدولة مهتمة برحلة العيلة المقدسة وهي زيارة السيد المسيح إلى مصر في مهده عندما كان سنه سنتين، فدي راح تكون انفراجة كبيرة لكل المدن، وبتكون من تبدأ من سيناء دي الدلتا لوادي النطرون القاهرة ثم الصعيد حتى أسيوط. السياحة هي عامل مهم. الدولة اهتمت بقطاع السياحة وأصدر قانون سنة 1957 بالهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لتنشيط السياحة والهيئة التنمية السياحية والمجلس الأعلى للسياحة واتحاد الغرف السياحية. في اهتمام كان العجلة بدأت تزيد في قطاع السياحة إلى أن وصلنا للذروة سنة 2010 في حدود 14 مليون سائح على مستوى مصر. في الفترة اللي عدت إن حصل في ركود سياحي بسبب الثورة. في حاجات كتير أو نقاط كتير تؤدي إلى ركود السياحة سلبية، ورح نتطرق لها في حلقات قادمة إن شاء الله. بالنسبة للسلوكيات، السياحة لازم نفهم إن هي تمثل 20% من ناتج المحلي لمصر، أي دخلها 20 مليار دولار في السنة، وهي صناعة مهمة لجلب العملات الصعبة لبلدنا علشان البلد تقوى، علشان احنا شفنا الدولار تدهورت قيمته ازاي ما السياحة ما كانتش شغالة. السبب الرئيسي في ان الدولار قيمته تقل والجنيه قيمته تقل والدولار يتصاعد والعملات الاخرى، ده بسبب الركود السياحي اللي قبلته مصر، لان السياحة هي مصدر مهم لكل دخل. وكذلك ان السياحة بتلعب دور في المجتمعات المحلية، وهي ان النهارده لو بصينا في حدود 6 مليون عامل في السياحه، اي يعني 6 مليون اسره معتمدين على القطاع السياحي.